هنا انت وزنك بالله يلا. طيب واحد اثنين ثلاثة يلا شوف انا لك شو بكم بتخافوا من وزنكم. I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me perfect strangers but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me we're staying alive. Alive forever alive. So hear me. مرحبا عيلة عصام النور, طمنونا عنكم, ان شاء الله تكونوا بألف خير. هلا دغري انا شغلت الكاميرا وعم نجهز حالنا لانه بدنا ننزل على السوق, بس لفرجيكم شو عم يصير ورا الكواليس. هاي نور, مرحبا. بدي تقولي لهم مرحبا. نور قاعده بالارض وحاطه حاطه مريتا حابستها. ايه عشان ما تتحرك لانه بتهلكني كمان. جبنا شعره متخانقه انا وياها. قولي لهم مرحبا وانا معذب ماما ما مخليها تعمل لي شعرات. شو عم تاكل؟ هدول هاي المطاطا. مطاطات اللي بيعمل لها بعطيها اياهم شو. اليكس تعال خذ سيارتك صفها هنيك. خذ روح صفها هي هنيك. يلا روح اعملها باركيره هنيك. هيك هذه صفها هون. لا وينك الصفه؟ بدك صفها هون. عم يسوي سياره اليكس من هلا بيحب يسوي سياره. يلا شغل شغل. واو شغل. خلصت العملية بنجاح. الحمد لله خلصت. سوينا لها شعرات. لا الفرقة كمان مو بالنص. عادي المهم. المهم نضبطوا. المهم نربطوا. شوفوا مريتا شو بتعمل. شوفوا شايفين؟ انزلي انزلي انزلي. امبارحة قالفين الشاشة. لك انزلي. امبارح كسرتيها. شوفوا كيف؟ شايفين شو عاملة؟ انزلي انزلي. انزلي بتوقف هون ورا وبتزت الشاشة. الحمد لله انه اهم شيء مريتا ما صار لها شيء, لانه هي مريتا بس شغلتها بتدفش الشاشات يعني ما في شيء بيقلب عليها. الحمد لله. عيلة عصام ونور كثير لاحظنا بالتعليقات عم تكتبوا لنا شو صار معكم بالبيت الجديد او ما انتقلتوا لهلا, فشو صار معك؟ انه انا صار عم ندور على بيت وهيك صراحة, انه انا يئست وحتى عصام يئس على قد ما دورنا على بيوت وما لقينا. بصراحة ما بنتوفق باي شيء, هو كله تيسير من رب العالمين. فحاليا مقررين نستقر بهذا البيت ان شاء الله. اذا صار معنا شيء بالمستقبل انتوا اكيد اول من يعلم. اكيد يعني لانه نحن دائما بنشارككم باي شيء بيصير معنا, بس كمان نحن مخططين بالايام انه بجوز اصلا نحن ما نستقر بالسويد مع الايام يعني. الله اعلم يعني ما بنعرف نحن شو بده يصير. بجوز نضل بالسويد, بجوز نسافر. الله اعلم. هيك قررنا انه حاليا نحن نضل بهذا البيت لبين ما نشوف شو بيصير معنا بالمستقبل. مريتا شو عم تعملي انت؟ عم تقرا قصة. عم تقرا القصة تبعها. واو. ما انت بدي علكة. يمكن هون في علكة. اعطيني. يا وحدة بس. بس وحدة؟ ايه هلا بصير حرب. عليك هلا نحن بنشتري لك اوكي على الطريق. معلش هي اختك صغيرة معلش. خذ هي تسلم. عليك شطور. هلا بجيب لك وحدة من هي اوكي؟ فهلا هيك صرنا جاهزين. جاهزين هلا للانطلاق عصام, بس صحيح نسيت لكم شغلة كثير مهمة, انه اللي عم بيشوفنا لأول مرة ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين. ليش شو تبع حركات بوشها؟ شو عم تعملي أنتِ؟ شكله ماريتا انزعجت من الشمس. هلا وصلنا على المحل يلي بيبيع الأدوات الإلكترونية عشان نشوف شاشة جديدة. عصام هي الشاشة حلوة. حلوة. إيه حلوة. هلا بنفوت نتفرج جوا. نور عجب المطبخ. والله عجبني ليك ما أحلى بجنن. إلا لنور إنه هي الشاشة كتير حلوة. مو فيها يوتيوب ليك؟ هي فيها يوتيوب وسمارت. ما هي أهم شيء عصام يكون فيها يوتيوب عشان إذا الولاد يتفرجوا. هي فيها كل التطبيقات. إيه كتير منيحة. وأنا برأيي عصام قياسها حلو لأنه نحن أصلاً صالوننا كتير صغير, إذا بنجيب وحدة كتير كبيرة بتصير مو حلوة على فكرة. خلص اعتمدتي على هي؟ أنا برأيي هي. وبعدين أصلاً هي يعني ليك يعني شايفتها يعني هي وكبيرة. يعني هيك المقاسات الكبيرة بياخذوهم مثلا بيكون بيتهم كثير كبير, صح ولا لا؟ صح. انا برايي انه هذيك قياسها تمام علينا يعني. خلص اوكي. اه بوريكم اليكس شو عم يعمل. عم يلعب دغري, مسك الموبايل عم يلعب فوق الموبايل. هذول شو عم يعملوا هون؟ شوفوا الاولاد هانوا مبسوطين ومروقين اخر رواق. ليكوا عصام بجرهم. يلا نتوكل على الله. عادي نخليها هيك مو مسكره منيح. مش عامل هنا؟ شوفوا كيف تركنا هيك الطبول مفتوح. عادي عادي مشوار قريب مو كتير بعيد. المهم انه ما بناكل مخالفه مو. يلا خلينا نمشي. عم قول ماشي حالها زبطت مطلعين بس احنا ما
جبنا الصغيرة، جبنا الأكبر. مو أكبر شيء، الوسط اللي بين البينين. واحذروا كمان شو اشتريت. اشتريت ميزان لحتى زين وزني، لأنه صلي زمان ما زنت وزني. بدي أحكي لكم هلأ شو صاير معنا. جعنا وبدنا نتغدى، فأنا شو جاي على بالي بيتزا هات. وعصام شو عم يحكي؟ عصام عم يضحك. عصام شو بده؟ بده يروح على الماكس. فقلت له طيب بيقول أكتر نتغدى فيه. شو أنا رأيك؟ أنا ما حكيت شيء. أليكس وين بدك تروح تاكل؟ سألت لأليكس، أليكس بيتزا هات ولا ماكس؟ ماكس. بده الماكس خلاص. ماريتا تاكلي بيتزا ولا برجري؟ بطاطا. يي بطاطا. كلهم عليك ها؟ على فكرة كلكم علي. لا الله يسامحك. يعني قصدي انه خلص قريت على الماكس اكثر. خلص رايحين على الماكس. ايه وانت طبعا هي يعني انه مطعم المفضل. مطعم عصام المفضل. يلا خلينا نروح على الماكس. بدي افرجيكم انا جبت هي لنور، اما ريتا قلت لي اياها. هي حبتها. اللي قالت دوقيني وحده دوقتها، قام مسكتها وما عادت فلتها من ايدها ابدا. بتعرفي شو جايب لك هون؟ عامل لك. انا قلت لك جيب لي هي تبع اللي بدون خبز. شو ورجيني هات. افتحي لقلك. شايفين؟ هي صندوقة عصام المفضلة جايب لي اياها لقلي ليك. عشان تعرفي. هي لحد نار. لو شو حطيت فيها كمان هذا المخلل، شايفين؟ وهلا وصلنا على البيت وعم نتخانق انا ونور. لا لكم ليش؟ عم نتخانق. اي والله كنا بنتخانق الصراحه يعني. لا لكم ليش؟ هي الشاشه القديمه بدنا نقيمها من هون. اوكي بدنا نوديها لله. هيدو هلا هي بدنا نقيمها من هون. ايه هلا نور شو عم تقول لي؟ الشاشه هذيك اللي جبناها جديد، عم تقول لي عصام شو رايك نعلقها هون فوق، يعني مثل بشكل لوحه. هي القاعده اللي بيعلقوا عليها بنفس هذا الشكل انه تصير مثل اللوحه. ايه فانا عم اقول لنور مالي حابب الفكره بصراحه. لا انا بقول لهم ليش. هلا انا صراحه هو عم بيقول لي قال شو بتجي مو حلوه، قال بتجي مثل، قال حتجي مثل العين المقروعه هنيك على الحيط. ما حلوه لانه هو من الاساس الصالون مو كثير كبير. ايه بس انا عم اقول له انه مشان ما تقدر توقع يا عصام، لانه شفت انه هون عم يجوا الاولاد عم يوقفوا ناحي الشباك بجوز يقلبوها للشاشه مرة تانية. ايه فأنا شو رح أعمل؟ عم قلها لنور إنه أنا رح أغير لك موقع الشاشة كله، يعني رح أحط لها الشاشة هنيك. قصدك إنه مشان ما يجوا الأولاد على الشباك. شفتي هنيك مطرح مو مريتا قاعدة؟ ايه هنيك بحط طاولة الشاشة والشاشة هنيك مشان مريتا، لأنه هي أنا بقول لك مريتا ليش بتجي لهون؟ هي بتجي مشان تقف على الشباك. لا شايفة هدول؟ ايه هدول لمبادرات، هي روح قلبها تجي وتكبس هدول. شغل الضوء. عرفتي كيف؟ فهي ما بتجي لهون محبة بالتي. لا هي مو مشان الشاشة، هي بتجي لهون مشان انه الشباك. انا بساعدك. ايوه بسم الله ما شاء الله. انتبه عصام لا تكسرها. ما تخبط هون هيك. ايوه شوي مشان ما تنكسر. لازم نركب لها القاعدة بالاول بعدين بنشيلها. هذا بدون افندي دائما قاعد هون. فرجينا الصالون كيف صار. لا هيك صار احلى مشان تشوفوا. هي مثل ما قلت لكم. لا عن جد صار ارتب. حاجتي فتني انت وقتينا. مثل ما قلت لكم جبنا الصوفا هي هون وحطينا ان شاء الله طلعها بابا، وحطينا طاولة الشاشة هون. اصلا هلا من زمان عن جد قالوا لي انه اعمل لي هيك. شو رايك بذوقي؟ صار احلى. شو رايك؟ صار احلى. مشان تعرفي. مشان تعرفوا انتم بلانا شو بصير فيكم. احنا بلانا ما بنفهم. لك رح نجيب الميزان بدي خلي نور تزين وزنها قدام طلع الكاميرا. لا ما بدي تزين. والله. لا بدك تزيني وزنك. بدي فرجيكم قديش وزن نور صاير. قناة الأكل عملت لها مشاكل. بدك تعمل فيني قناة الأكل خليني آكل بعدين تريزيني. لك عادي كيلي شو بدك أحلى من الأكل. يلا يلا. ما بدي يفتحوا هان. ما بفتح معي خلص أجزلها بعدين. أجزلها بعدين. لا ما راح أجزلها بعدين. أنا الحق علي اشتريت ميزان اليوم أصلاً، كان لازم أشتري ميزان أنا لوحدي. طيب فرجيني قديش صاير. عصام بدي أقول لك شغلة. هي قناة الأكل. أنا آكلة ها. ما تنسى انا متغدية لازم اقل شيء تنزل لي. صرنا 3 ساعات متغديين. لا صرنا ساعتين. تكوني هضمتي هلا. لازم واحد يفيق من النوم يزين وزنه مو هلا. يا بسم الله. طب كيف بدي ما بدي شيء ها ليك هي انا بس اطلع علي فرجيكي انا. بسم الله. وزنك. هي وزني قد ايه؟ وزنك وزني 70. ليه ما عم بوقف؟ ما عم بوقف اني مطخي قرب الكاميرا. طب ارفع راسك. ايه ها شوفي هيك قد ايه؟ وزنك 70 انا بعرف وزني 70. حامل كيلو بايدي 70. فرجينا انت وزنك والله يلا. طيب 1 2 3 3 يلا بسم الله. شو بك رح يوقف قلبك. شوف انا ليك شو بكم بتخافوا من وزنكم.
لا لا والله زايدة كتير 89 لا 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 59 400 جرام بس 59 زايدة تقريبا كيلو كنت 58 و500 جرام ايه بس لازم نرفعه كمان شوي لا لا لازم انزل ايه هاتينا نشوف شو بتعرفوا لانه انا زايدة بالوزن لانه اخر مرة زنت وزني فيها قديه كنتي كان 58 وهيك يعني 300 جرام هلا انت 58 59 منيح ايه بس زايدة تقريبا كيلو من قناة الاكل قناة غدر الاكل بس انه عادي بالعكس وزنك شو 59 لا انه مو كتير بس قصدي لا بالمرة مو كتير 59 عادي والله لازم انه ما يزيد اكتر من هيك عرفت ايه بس 59 عادي ايه هاي زنت وزني دائما تقولي لي نور قديش وزنك شفتوا هاي وزني وهلا هيك وصلنا معكم لنهايه الفيديو قبل نختم الفيديو حناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودناكم معنا اول اسم ناديم من فلسطين سميه من المملكه العربيه السعوديه وام البنين من العراق واذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي كالعاده اكتبوا لنا تحت التعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعونا ما تنسوا كمان تحطوا لنا لايك للفيديو اشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا وكمان تعملوا شير للفيديو وما تنسوا كمان تتابعونا على الانستغرام والسناب شات بتلاقوا الروابط بصندوق الوصف تحت بنحبكم كثير بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي سلام